وي السؤال، السؤال علاش لجنة الأخلاقيات بقات لها هذا الوقت عبشرة؟ سؤال، هذا علاش؟ سؤال شرعي. علاش؟ مع العلم وقعوا بعد أحداث تسرعوا فيهم، تسرعوا وبلي فيت بوسيبل، يعني والله العظيم علاش؟ علاش بقات موضوع صعيب؟ ولا ذوك المواضيع اللي موضوع صعيب؟ لا لا موضوع صعيب، بغينا نقول لك هنا موضوع صعيب. شوف هذا موضوع، هذا موضوع يقدر يكون عنده تداعيات خطيرة على الكرة المغربية. تفضل بالمعلم، قلت لكم شوف يمكن نتناقشوا بحرية. الموضوع كبير. وي. موضوع كبير، موضوع ما مستاهلش. انا ما كيف ما قلنا نشوف، انا ما حد باقي ما شفتش حكم. بالفعل انا متفق معك. كاين هضره. انا متفق معك لانه ما يمكنش لجنة الاخلاقيات شي جمهور كيدير شوف صناعية ولا هذا هو السؤال الحقيقي. هو بام بام في يومين كتسمع ولا شي جمهور دار يلاه فكر يدير الشغب كيحبسوه قبل من التنقل.